مساء الخير. أهلين. جيت ترجع لك بدون البنزين، يسلموا إيديك. وإيديك؟ ما بتشربنا كاس شاي برد؟ بعدين، مو وقتها. بعدين؟ فارس تعال بسرعة، امرائد هون. الو قصي، كيفك عمو؟ عمو الله يوفقك، بدون ما تخبر حدا بتجي لعندي على المكتب فورا وبتجيب معك شاش وكل المعدات الطبية، واهم شي شغلة تقدر تشيل منها من جرح غمية. ما فيني شي يا عمو، ما فيني شي، بعدين بحكي لك. قصي الله يرضى عليك لا تتأخر، وأهم شي ما تخبر حدا. يلا حبيبي، عم استناك بالمكتب.